Okay, now we start with the first objective. نبدأ بالهدف الأول. Exercise 1, Ceiling Books, page 32. إذن التمرين الأول كتاب الطالب صفحة 32. Okay. طبعاً هذا التمرين يعني يعتمد على حل وعلى الصور، لكن نحن نتعلم المفردات، يعني ما يهمنا هو الكلمات الموجودة على الصور. Match these words with the pictures below. يعني صل هذه الكلمات مع الصور في الأسفل. أوكي، أقرأ الكلمات أو المفردات. Car horn، بوق سيارة. Lorry، شاحنة. Moped، دراجة صغيرة أو بخارية، نعم. Pavement، رصيف. Van، سيارة مغلقة. Road، طريق. Sign، شاخصة أو إشارة مرورية. Pedestrian crossing، pedestrian مشاة. Crossing، معبر للمشاة. Motorbike، دراجة نارية. Okay. Let's start with picture one. نبدأ بالصورة الأولى. Yes. الصورة الأولى على اليسار. Yes. What's this picture؟ ما هذه الصورة أو الكلمة؟ ماذا تمثل هذه من الكلمات التي في الأعلى؟ لوري، أوكي، لوري، نقول لوري، شاحنة، أوكي؟ لوري. Number two، الصورة الثانية هي سيارة عادية مغلقة. أوكي، اس عبير. لا أستاذ، هي فان؟ فان، أحسنتي، برافو. فان، يس، فان. أوكي، number three. نمبر 3، صورة رقم 3، يس، إسراء. موبيد، يس، موبيد، نعم، دراجة صغيرة. الآن لدراجة نارية أكبر، يس. رويدة، خالد. موتور بايك، يس، موتور بايك، ثانك يو، أحسنتي. أوكي، اللي بعده، 5، رصيف، يس، فاطمة مصطفى. بيفمنت، الرصيف، نعم. اللي بعده، بوق السيارة، فاطمة عبد الفتاح. يس، كارهون، أحسنتي، كارهون، يس. نمبر 7، رقم 7، ميناس حمدو إبراهيم. رود ساين، أحسنتي، رود ساين، إشارة مرور، صحيح، أو شاخصة مرورية، أو إشارة طريق، نعم. أخيرا، يس، معبر للمشاة أو عبور للمشاة. يس، فاطمة علي. ببارسل، نعم، بيدستريان كروسينج، أحسنتي، تمام، صحيح. إذا نعم، إذا هذه أهم الكلمات وتوصيلها مع الصور. اوكي، ناو تيك اسسمنت كويستشن، سؤال تقييم. What's the meaning of car horns؟ ما معنى كلمة car horns؟ يس، من يعطيني معنى كلمة أو هاتين الكلمتين car horns؟ هلا الكار سهل، كلياتنا نعرف الكار، أما horns، نور مالك. أبواق سيارة. برافو، أحسنتي، أبواق سيارات، صحيح، إذا أبواق سيارات car horns أو بوق سيارة، يس، نعم، صحيح.